شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. البينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فرات حميده وميكرو. اليوم نهار السبت 30 نوفمبر 2024 تتابعوا في البينك طايح على ام تي اش ميديا تالنت هاب وعلى اي اف ام احلى راديو. هذا اول برنامج اعلامي تونسي يهتم خصيصا بالجيمنج، بالايسبورتس، بالديفلوبمون جو فيديو، بالذكاء الاصطناعي. موعدنا كل نهار السبت لقيت هذا من 10 حتى النص الليل. نذكر اللي تنجموا تتابعونا لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، كيف كيف على باج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنت هاب. تلقاونا زيادة 24 ساعة على 24 على اف ام تي في على يوتيوب. ليميسيون هذه مجعولة باش تلم الكوميونيتي نتاع الجيمرز على نيوز لاكتواليتي والانترتينمنت زيادة. كل جمعة تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمدة ساعتين من زمان هير انا وريس في البينك طايح. طاح 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 واه يا هو البينك طايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرات حميدة على اي اف ام وام تي اش سبورتس. اليوم حلقة خاصة بالذكاء الاصطناعي باش نرجعوا على أهم الابتكارات والحلول اللي توفرها الانتليجنس ارتيفيسيل في اليوم نتاعها وتأثيرها على جودة الحياة في عديد من المجالات. باش نحكيو استرونومي علم الفلك، باش نحكيو على لي ميزون انتليجنت يعني المنازل الذكية، باش نحكيو صحة وباش نحكيو جيمنج. زيادة حاضرين معنا اليوم طلبة من اسبري كل من وداد عسكري، محمد علي فرحات، اسماعيل بكري ويوسف واهب. كان هذا البروغرام تاعنا لليوم في البينك طايح. سيسروا يحكم في الكيس فرات حميدة معكم وميكرو دالي في الاخراج وسفيان في الاخراج الرقمي. نتعديو توت سويت ديبيت وان. ديبيت وان ديبيت وان نحكيو ذكاء اصطناعي. فرحان برشا باستقبال أربعة طلبة الحقيقة، مش أول مرة يحضروا معنا، هذي تقريب المرة الرابعة إلى الخامسة. أثبتوا أنهم قادرين على أنهم يعطيوا الأكتواليتي متاع الذكاء الاصطناعي وينقدوها ويناقشوها كما يلزم. على يساري وداد عسكري، أهلا وسهلا بيك. أهلا فرصة. مرحبا بيك. الحمد لله نشكره ونحمدوه. محمد علي فرحات دالي، اهلا وسهلا بيك. اهلا فرات، عسلامة بالناس اللي تسمع فينا الكل. مرحبا بيك، ان شاء الله تحصل الفايده والناس تستنفع من الكونتنو اللي قاعدين نقدموا فيه. اسماعيل بكري، اهلا وسهلا بيك. اهلا، مرحبا بكم. ومرحبا بك انت زيدا معنا كهو كهو ذكا هي ذكا حد الجهيد. حاضر معنا زيدا يوسف وهيب. يوسف اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل ان شاء الله. اليوم باش نحكيو في كات تيماتيك مختلفه. باش نحكيو استرونومي، باش نحكيو على المنازل الذكيه اللي قاعدين نراو فيها اليوم، باش نحكيو زيدا على الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحه والذكاء الاصطناعي في قطاع الجيمنج. لكن البدايه كما كنت نقول بالاسترونومي علم الفلك والذكاء الاصطناعي. البدايه معك انت وديت. السؤال الشهير الناس الكل تفكر فيه هو إذكو مش يجي نهار وين كوكب المريخ مش يكون موطن نعيشه فيه في عوض كوكب الأرض. هاي على على طرف الميل يلقاه هادي. شو سيناريو متاعي عدكولا؟ هاي بهيك عليه نزا بعثت لنا بيرسيفيرانس الكوكب المريخ مش يكولكتي دي دوني اي اترافيغ لي دوني هذوما نجمو نجيبو على سؤال شكون هو بيرسيفيرانس وشنو يعمل على سطح كوكب المريخ. Perseverance هو روبو على شكل كهرباء équipé برشا des instruments scientifiques avancés كيما SuperCam اللي هو outil capable انو يanalyse la composition chimique نتاع لي روش اللي موجودين في المريخ en utilisant un laser. واضح معناه نجم يعرف التربه هذيك منش متكونه باستعمال هل لازير هذي اوكي الصخور انت خاطر هو في برشا صخور كوكب المريخ. باهي فما زاد انسترومون واحد اخر اسمه بي اي اكس ال اللي هو انسترومون كي يعمل ايدنتيفيكاسيون تاع لي زيليمون شيميك على ليشيل ميكروسكوبيك. وفما زيد MOXي اللي هي تكنيك تكنولوجي سامحوني اللي تكونفرتي CO2 لأن أكسجين لوكالمو على سطح المريخ. أوكي هو لابوراتوار متنقل هذا ومتكامل والله.
دونك لانتيليجونس ارتيفيسيال يخلي بيرسيفيرونس انه ينافيكي وحده سور لي تيران اكسيدونتي يعمل ايدنتيفيكاسيون تاع لي سيبل سيانتيفيك انتريسونت وكيف كيف يكولكتي دي زيشونتيون بور ان روتور سور تير ان شاء الله في الفيتور. معناها لهنا هذا اللي تحكي فيه الروبو هذا قاعد يخدم من تلقاء نفسه بالذكاء الاصطناعي ما فماش شكون على على سطح كوكب الارض قاعد يقول له اعمل هكا ولا اعمل هكا وحده اوتونوم ثقة كبيرة سترونج اندبندنت روبو هذا. واليوم معناها اسكو فما دي افونسي اكتشفهم فما حاجات جديدة؟ انا مش نشوفهم تو سويت من الاكتشافات نتاعو اكتشف دي تراس نتاع دي ريفيير ودي لاك اونسيان في الكراتير جيزيرو. اش معناها كراتير جيزيرو؟ هو اندروا وين الريفيير واللاك يتلاقاو زوز مع بعضهم. والدراسات نتاعو تاع سي روبو هذيا اكتشفت انه هل لوندروا هذيا عنده اكثر من 3.5 مليار سنه. اوكي شدوا نرويحكم. الاكتشاف الثاني هو بالاناليز نتاع لي زيشونتيون نتاع لي روش بيرسيفيرونس ديتكتي دي مولوكول اورغانيك. اش معناها دي مولوكول اورغانيك؟ هما دي كومبوزي نلقاو فيهم الكربون والكربون هذا سي تان ليليمون كلي دو لا في. كل شيء متكون من الكربون كان نباتات كان حيوانات كان انسان دونك هذوما بتاتر ادله على وجود حياه مش مخلوقات فضائيه بلكيتو حياه على وجه الكوكب هذا. الحقيقه اليوم شوف قداش يبعد علينا الكوكب هذا باش نجمنا نبعثوا روبو يتكفل وحده باللي ريشيرش يتكفل وحده باللي زاناليز اوتونوم يعرف وين يمشي وين ما يمشيش باش ما يتيحش ما يتكسرش اتسيتيرا. دونك ديجا هذا وحده هي اليسر. الحاجه الثالثه اللي هو لانسترومون ام او اكسي نجح انه يصنع الاكسجين كما قلنا نحكيو ابارتير من سي او 2 دو لاتموسفير نتاع كوكب المريخ. دونك البروبليم اللي كانوا يعانيو منه رواد الفضاء اللي هو الكونتيتي ليميتي نتاع الاكسجين اللي يجيبوها من كوكب الارض ما تخليهمش يقعدوا مده طويله. صحيت ما عادش موجوده دونك الكوليكتي والميسيون بتاعهم تقعد عام عامين واش اللي يحبوا عليه هما. دونك البروبليم هذيا سي بون تانين عليه. ريكاب صغيرة في الاخر انه لي زيشونتيون هذوما الكل سيغون انفويي لسطح الارض عام 2030 مش يصير دراسات اخرى عليهم. قريب قريب معناها مانيش بعد برشا. يعطيك الصحة وداد على المعلومات هذيا. ننتقلوا لك انت دالي. اي باهي انا اليوم باش نبدا لكم على جالكسي بعيدة علينا 55 مليون سنة ضوئية اسمها M87 ou bien Messier 87. Okay. D'accord. L'ism Messier على اسم الانسان اللي خاها واكتشفها شارل ميسيه. En fait, البعد هذا خلينا نركزوا عليها خاطر عندها اكبر عدد نتاع لي بلاك هولز الثقوب السوداء اللي موجوده في المجره المكتشفه حتى لتو. عندها عدد رهيب جدا. دونك لهنا خلينا نركزوا على بلاك هولز. مي الكونسيبت نتاع البلاك هولز للناس اللي ماهيش نوضحوا لهم الحكايه. البلاك هولز هو عباره على ثقب في الاير سبيس بيدو. دونك يصير ثقب كامل. هذا خلى حاجات انها حاجه سبيسياله اللي فيها اللي بالحق تخوف البشريه والبشريه عمرها ما قبلتها انه حاجه تختفي تماما. هذا لو ترو نوار الثقب الاسود يبتلع نجوم يبتلع دي بلانيت يبتلع كل شيء. وهو عباره على نجم كبير مي مات. دونك عمل الاسباس عمل الترو هذاك في الاسباس نتاعنا. لهنا ركزنا على البلاك هولز لخاطر البشريه عمرها ما نجمت تستوعب اش معناها حاجه تختفي وما ترجعش. كيما الاكزامبل نتاع الحادثه نتاع الطياره الماليزيه اللي صارت لليوم العلماء والناس تلوج وين الطياره هذه. ما عندناش الكونسيبت نتاع حاجه تختفي وكهو. من الحاجات اللي صارت لازم نفهموا عليه بالضبط مهم على الاخر اش معناها حاجه ما عادش موجوده. دونك من الحاجات اللي تركزت غاديكا هو الاي اش تي الايفنت هوريزون تيليسكوب. هذا بروجي انطلق من عام 2019. البروجي هذا يتركز على دراسه البلاك هولز غاديكا. والحاجات اللي جاتنا منه هو انه اول ايماجري ديجا كان غادي نشوفوا اول ايماج على بلاك هول يثبت نظريه ريلاتيفيتي جينيرال نتاع
تاع اينشتاين. تاع اينشتاين يعطيك صح. اون فيت ريلاتيفيتي شو تدخلك؟ تدخلك في جاذبيه كبيره كيصير ثقب كبير لهنا يصير فما لازم لي فوتون لازمهم يبقاو موجودين. مي صاروا بوكو تيست على حاجات البلاك هول قريب لنا مي ما نجمناش نتاكدوا منهم على خاطرهم الجرافيتي نتاع النجوم هذه والنجوم اللي قوه الجاذبيه نتاع لي ترونوار هذوما قويه ياسر خاطر اي حاجه تقترب منها تبتلعها. يعطيك الصحه. نحكيوا على كواكب فما مجرات ابتلعت بالكامل من دي ترونوار. اوكي دونك لهنا نحكيوا على تيوري داينشتاين اللي كانوا فما شكون كان فما شكون يبحث فيها للي شيء على خاطر ما نجمناش قبل نطلعوا لي فوتون اللي كما غادي نشوفوا الدير نتاع ترونوار اللي هو ديجا تذكر في الريلاتيفيتي. يعطيك صح. هذايا جاء تاكيدا الصوره هذه جاء تاكيد على انه النظريه مازالت قائمه وهذايا وقتاش نجمنا وصلتنا ليماج اون 2023. مي كان نحكيو توا على الاي فاش فادنا في الحكايه هذه الكل. كان نشوفوا في الليماج اللي على اليسار ديجا الترو نوار عباره فيها برشا نويز فيها برشا بروي. لهنا ليا قادر وفما موديلات فما موديل اسمه بريمو هو ديديي انه يحسن من الكاليتي ديماج نتاع لي ترو نوار باش نجمو نفهمو اكزاكتومون وشنو لي تري خاطر مهم. نحكيو عرانا على سنوات ضوئيه بعيده وحتى على الكبر نتاع ترو نوار كبر رهيب بالعقل البشري ما نجمش يستوعبه. معناها لهنا الذكاء الاصطناعي يتدخل باش الصوره اللي تم التقاطها على بعد 50 سنه ضوئيه من كوكب الارض يحسن الصوره هذيك باش العلماء يتمكنوا باش يدرسوا خير الترونوار هذايا والثقب الاسود هذا. يعطيك الصحة باش نعرفوا الديامتر نتاعو باش نعرفوا كمية الكواكب اللي نجم يبتلعها دونك يمثل لنا تهديد كبشرية وللكرة الأرضية حتى كان 55 مليون سنة ضوئية. مي كما نعرفوا احنا الكون قاعد في توسع دونك إي سو بو نجموا نقربوا نهار لبعضنا أسرع من اللازم. دونك لهنا الذكاء الاصطناعي بالأخص موديل بريمو هذا جديد جديد أون 2024 هبط في فيفري 2024 الموديل هذا نجم يعطينا دي تخي وإيماجري أخرى على الترو نوار بالذات اي سورتو كيما تشوفوا في الشادو الداخل نتاع الترو نوار اي لي فوتون ولاو اوضح خير برشا من اللي كانت عندنا ديجا في الايماج اللي جاتنا من عند لو اتش تي تيليسكوب. واضح انا نتخيل زاد ماهوش باش يكون عنده دخل كين في في السياق هذايا نتاع الترو نوار. اكيد فما الاف ومئات الاف صور اللي قاعده تلتقط فيها الاقمار الصناعيه كل نهار كل نهار وتزيد تقرب للحاجات اللي بعيده علينا. اكيد باش تدخل السوليسيون هذه نتاع الذكاء الاصطناعي باش تحسن الرؤيه وتعطي اكثر دي ديتاي على حاجات بعيده علينا 55 مليون سنه ضوئيه. يعطيك صحه دليا. احنا باش نتواصل المشوار معاكم باش نكملوا نحكي وذكاء اصطناعي ونحكي وزادة استرونومي لكن قبل خلينا نخرجوا فاصل اعلاني قصير وهنا راجعين. انتم تسمعوا في البينك تايع مع فرة تحميدة على EFM و MTH Sports. رجعنا لكم في البينك تايع نحكيو اليوم ذكاء اصطناعي. حاضر معنا كل من يوسف دالي اسماعيل وداد باش نحكيو على تدخل الذكاء الاصطناعي في الاسترونومي علم الفضاء. بكري دالي كان نحكي على الذكاء الاصطناعي اللي حسن في الصور اللي قاعده تلتقط فيها الاقمار الصناعيه الصور اللي بعيد علينا 55 مليون سنه ضوئيه. اسماعيل انت قلت عندك مضيف على كلام دالي. وي جوست حبيت نقول مع علاش تصور هذوما صعيب انهم يتاخذوا. هو الترونوار هو ريالمون جسم الكتله نتاعو رزينه برشا اما الحجم نتاعو صغير يبتلع حتى في الضوء. يعطيك الصحه. دونك اللوميير بيتا يمصها وهي دونك احنا كيفاش تتاخذ تصويره معناتها بالكاميرا والتلسكوب لازم تكون فما لوميير باش انت تاخذها التصويره. دونك التصاور اللي التصويره اللي قبيله شفناها هي عباره على ليفي نتاع ترونوار بحد ذاته مش ترونوار بيدو خاطر خاطر ما تنجمش تصوره. دونك يبتلع الضوء دونك والتصويره هي ضوء فينالمون دونك ما تنجمش. دونك هذاك علاش لي موديل نتاع انتيليجونس ارتيفيسيال نجم يكونوا يعاونوا برشا باش يحسنوا في الكاليتي على خاطر اصلا باش تعرف اللي هو اسكو هذاك ترونوار ولا لا معناها خاطر انت نشوفوا نبريديكتيو فيها من الليفي نتاعها. واضح معناها هذايا سي اينشتاين توكريشي الحاجه ماناش نراو فيها وما نجموش نمسوها لكن وجودها مثبوت فيزيكمون فوالا باللي كالكول موجوده. اش عندك اخبار لينا اسمعوا جديده باش نحكي على دراسه جديده مازالت كي تعملت باش تعرفوا اكثر على المجرات. كما نعرفوا احنا عايشين في مجره درب التبانه اما فما معناتها
ما نقولوش انفينيتي، ما فما نمبر مهول معناتها من المجرات في العالم نتاعنا. فما تلسكوب معروف اسمه هابل، هذا تلسكوب معناتها ياخذ تصاور كيما نقولوا احنا المجرات خارج المجره نتاعنا معناها، واللي هو معناتها احسن تلسكوب موجود توا في العالم في الارض. في الارض يعطيك الصح. به استعملنا تصاور نتاع التلسكوب هذايا واللي هي اوت ريزوليسيون مع سيمولاسيون قويه، معناتها مع دي موديل دو سيمولاسيون بالانتيليجنس ارتيفيسيال، باش نخرجوا شنو هما لي فاز دو في نتاع اي مجره. اش معناها شنو هما مراحل الحياه، ولا معناتها مجره عندها عمر، معناتها الموديل بريديكتا اللي فما ثلاثه مراحل نتاع حياه نتاع المجره. قبل ما نحكي لكم على المراحل باش نحكي لكم على حاجه اسمها البلو ناجت. بلو ناجت هي عباره على مجره صغيره مازالت كما نقولوا احنا مجره قزمه، متكونه من نجوم زرق، دونك لونها باش يظهر ازرق. به الموديل نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال هذا نجم يدونتيفي معناتها المراحل الحياة نتاع المجرة ثلاثة مراحل، واللي هي بري بلو ناجت، بلو ناجت و بوست بلو ناجت. الشيء اللي تري انتريسون انه العلماء معناتها نجموا يكونفيرميو الشيء هذايا، ونجموا معناتها بالاكسبرتيز نتاعهم لقاو لي ريزولتا اللي يعطي فيهم الموديل هذايا سون جوست، معناتها جوست بتصويره معينه ينجم يقول لك في انا مرحله معناتها من الحياه وقديش عندها المجره هذيك عايشه، خاطر المجرات يجي ويختفي فهمت. دونك تعطي تصويره يقول لك قديش عندها المجره هذيك مثلا موجوده تكزيستي، وهذا بازي على تخيل باز دو دوني كبيره ياسر. صح، باز دوني من التلسكوب هابل اللي حكينا عليه، وهو معناتها يعطي تصور اوت ريزوليسيون بون ريلاتيفمون على خاطر مجرات ياسر بعاد. دونك بارابور اللي خلطنا له توا بالتلسكوب هذا يتسمى حاجه ياسر طياره، وهو الحاجه الباهيه على علاش، على خاطر في الاسترونومي ديما نحكيه نظري فهمتني، على خاطر ما نجموش نمشيو سور بلاس، وحتى التصاور اللي عندنا باقي تقعد تيوريك. دونك كي نجمو نعملو حاجه كيما سيمولاسيون هذه وحاجه تبريدكتي، ندخلوا بين النظري والملاحظات وحاجه باهيه برشا في دومين الاسترونومي. واحنا اخترنا اليوم تيماتيك هذا خاطر ريلمون بالحق الانسان ضعيف ياسر قدام التيماتيك هذيا. علاش؟ خاطر باش تمشي من مجره نتاعنا لمجره اخرى سي سنوات ضوئيه كامله. فوالا حاجات كيما قلت انت ما نجموش نتخيلوها، لكن بالحسابات اليوم بالذكاء الاصطناعي نجموا نعرفوا كل مجره فينا ايتاب دو كروسونس وقديش عمرها، وهذا مهم ياسر باش الابحاث العلميه في مجال الاسترونومي هذيا تزيد تقدم. نواصل معك انت يا يوسف. يعطيك الصحه. بون هما الاولاد بعدوا بينا شويه في معناها في العالم نتاعنا وفي اليونيفير نتاعنا. انا باش نرجع بكم شويه لتالي ونقول لكم شنو هي معناها في السيستم سولير معناها نتاعنا، شنو هي اكبر اونتيتي موجوده؟ شمس. تقولوا لي الشمس اللي هي معناها الشمس ما هيش كوكب، اللي هي سيت اون ايتوال معناها هي نجم، ومعناها ال سوسيت معناها لاتونسيون تاع برشا علماء، معناها برشا علماء يحبوا يتعلموا اكثر على معناها حياه نتاع الشمس نتاعنا، شنو هي المراحل نتاعها كما كان يقول اسماعيل على مراحل حياه نتاع ال معنى الجالكسي ولا مجرات. هوني معنى فما علماء وين يسانتيريس للحياة متاع الشمس متاعنا وسورتو للمعنى الحاجات اللي قاعدين يسيروا عليها، خطر على سطح الشمس فما حاجات فما عاصفات قاعدين يسيروا واللي قاعدين يفكتيونا حتى وإحنا بعاد، يعني إحنا بعاد على الشمس. يفكتيو الريزو. يفكتيو exactement الريزو. les tempêtes solaires. exactement les tempêtes solaires. وهوني معنى فما علماء من الuniversité متاع هاواي اللي متخصصين في الذكاء الاصطناعي وفي مدينة ماوي معناها، وفما غاديكا في هاواي في جزيرة هاواي فما تلسكوب واللي هو أقوى تلسكوب في العالم متاع اللي موجود معناها في على سطح الأرض، خاطر التلسكوب متاع هابل يدور في الفضاء. بالضبط يدور في الفضاء ومن غادي ياخد صور ويعنده بازو دوني متاعه. هوني نحكيه على تلسكوب موجود على سطح الفضاء واللي هو سون دو ريشيرش وحده غاديكا، معناها فما عباد تخدم غاديكا وفما دي لابوراتوار وكل.
الانستيتيو هذايا نتاع نتاع اليونيفرسيتي نتاع هاواي هذايا فما علماء فيها اللي قاعدين يعملوا في عملوا بي اتش دي معناها عملوا الدكتوراه نتاعهم وهما توا قاعدين يخدموا على دي ريشيرش اللي وين يوظفوا الذكاء الاصطناعي باش يقراوا على لي تومبيت سولير بالذات اللي موجودين تصرف العاصفات الشمسيه هذه التصرفات التصرفات نتاع العاصفات الشمسيه اللي موجودين وذاك عن طريق التصاور كالعاده معناها تصاور فيديوهات اللي التلسكوب هذا اللي موجود على سطح الارض وعلى جبل اسمه هاليكالا اوكي في في هاواي ومن هون اون فيت عندهم بازو دوني اللي قاعده تخذات من 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 السنوات الاولى نتاع 1800 حتى كشيل توا معناها من وقتها بدات لي ريشيرش على على الفضاء وكل وهما خلاو يعرفوا معناها شنو هما لي سيكل نتاع المراحل ولا نتاع تنمية العاصفات هذوما الشمسية اللي ينجموا يفكتيو معنا خاطر علاش احنا توا باش نقراو على الشمس يفكتيو احنا الريزو نتاعنا معنا يفكتيو عاصفة شمسية ينجم يقص عن احنا الريزو تيليكومونيكاسيون ريزو تليفون والا انترنت والا حتى الاتصالات المهمة اكزاكتومون اكزاكتومون لي شون مانيتيك اكزاكتومون خاطر احنا توا جوستومون سي لو شون مانيتيك اللي تاثر اكزاكتومون معناها احنا حتى الريزو الكتريك معناها حتى كي انت تشوف الريزو الكتريك يبو ايتر افكتي من العاصفات هذوما الشمسية حتى ولو احنا بعاد ياسر والأهمية ذي وين نجم نشوفوها بارزة علاش اختر انت انا توا اش قلت لكم قلت لكم انه مهمة معناها باربور الريزو وين نشوفوها نشوفو الانفستيسمون متاع نسمو ناشونال ساينس فونديشن اللي هي موجودة في امريكا بيان سور اعطات بريم تاع 669,000 دولار للي ريشيرش هذوما في عام 2024 جوست باش يزيدوا معناها يتعمقوا اكثر في الابحاث هذيا في الابحاث هذيا وسورتو بالذكاء الاصطناعي سورتو اختر توا بيسكو احنا توا في عصر الذكاء الاصطناعي قلنا اسكو معناها نجم تصير بريديكسيون نتاع العواصف الشمسيه اكزاكتومون وكيفاش نجموا نيفيتيو معناها الكوارث معناها على الريزو نتاعنا ولا نبروتيجيو نبروتيكتيو الريزو نتاعنا حتى لو يصيروا معناها العواصف هذوما والحاجه باهيه في الريشيرش خاطر هما شنو صار الريشيرش هذوما وقفوا عام 2014 وعاودوا رجعوا معناها بعد ظهور الذكاء الاصطناعي وبعد البوم اللي صار في الذكاء الاصطناعي في العام سنه وهوني الحاجه الباهيه انه لي موديل نتاع الذكاء الاصطناعي اللي باش تعملهم لونيتي دو ريشيرش هذيا اللي قاعده تخدم عليهم كلهم باش يكونوا ديسپونيبل على الانترنت معناها اي عبد ينجم يدخل توا على البازو دوني باش تكون فما بازو دوني وين ينجم يشوف معناها العاصفات معناها اللي اخترعها باش يسهلوا الابحاث باش يسهلوا الابحاث باش يخليو عندها فيت اوبن سورس باش تولي حاجه حتى من اي بلاصه ينجم يزيد ينفستي اكثر حاجه باهي حتى شركات الذكاء الاصطناعي تخدمها وتسيب لك موديلات اوبن سورس باش انت تنجم تزيد تطور فيها اكزاكتومون كيما قال دالي وين احنا معناها هوني نجم نشوفوا الريشيرش ما عادش تكون كن في اليونيتي دو ريشيرش الموجوده في في هاواي مي بلوتو على عالم كامل للعباد اللي انتريسي بالموضوع هذا ينجموا يعملوا ريشيرش هما بيتهم واضح يعطيك الصحة يوسف نخدم بالخبر الاخريني في الاسترونومي معك انت وديت اوكي بفورت اسكو تعرف اللي فما دي زوتر سيستيم كو السيستيم سولير اللي احنا موجودين في وسطه ولا عندي خويا نوجه له تحيه لو حميده مغروم بالاسترونومي من عمره 6 سنين هو معلمني هو معلمني باللي زوتر سيستيم هذوما الناس اللي ما تعرفش اسمهم لي سيستيم اكزو بلانيتير واللي يحتوي على دي بلانيت نسموهم دي اكزو بلانيت معناها دي بلانيت يشبهوا للكوكب نتاعنا دي واللي هما كما قلت انت دي بلانيت يشبهوا الكوكب نتاعنا مي يدوروا على اون ايتوال اوتر كو سولي اوكي دي والديكوفيرت نتاع لي زيكزو بلانيت هذيا صارت غراس لي تيليسكوب سباسيو كيما كيبر وتيس اي سورتو تيليسكوب سبيسيال اسمه جيمس ويب واللي ميسيون نتاعو برينسيبال انو يكوليكتي دي اوبزرفاسيون لي اوبزرفاسيون هذوما خلينا قادرين ان نديتكتيو كاين فما دي سيني دو في والا دي زيليمون chimique sur les exoplanètes هذو. نقصد هذا اللي بترول. بترول تلحم في الاكسوبلانيت. كلنا تلقانا ماشيين غادي. السؤال اللي يتطرح. شبعثوا لهم ديمقراطية سامحني قصيت عليك.
السؤال اللي يتطرح هو كيفاه اللي يعاون لي زاسترونوم. ايبا علماء الفلك يستعملوا دي الجوريتم دابرونتيساج اوتوماتيك. شو معناها؟ هما دي سيستيم انفورماتيك قادرين انهم يتعلموا ويحسنوا من البيرفورمانس نتاعهم وحدهم. ces algorithmes هذو ما يانالزيو لي كورب دو لوميير دي زيتوال. شو معناها كورب دو لوميير دي زيتوال؟ وقت اون بلانيت تتعدى قدام ايتوال تتاثر وتطيح لها من اللومينوزيتي نتاعها. والفينومين هذا نسموه ترانزيت بلانيتير. باهي. وليز اوبسيرف لي فارياسيون تاع لوميير ياسر فيبل تتل فاسون ما نجموش نديتكتيوها بالعين المجرده. كيما لي زيكليبس معناها هكاك. كيف بيخليني تفرغ من السيناريو. دونك لهنا يجينا دور لانتيليجونس ارتيفيسيل لي سيستيم نتاع الذكاء الاصطناعي يسكانيو دي مليون دو سي كورب دو لوميير مش يعطيونا الشيما اللي ينديكي لنا البريزونس نتاع البلانيت. واللي هو كان نرجع قبل يعني تراديسيونيل ما نلقاو انه الاناليز نتاع لي كورب هذو ما يطلبوا دي زاني من قبل اون ايكيب هومان. مي باغ كونتر الذكاء الاصطناعي ينجم يخدم السيتاج اون كيلكو جور ولا اون كيلكو سيمين افيك اون بريسيزيون امبرسيونونت. وهذا الكل يعاوننا ان ماكسيميزيو لوتيليزاسيون نتاع لي دوني ديجا كوليكتي ونكسيليريو لي ديكوفيرت. ديجا غراس التكنولوجي هذه برشا دي شيرشور اكتشفوا دي بلانيت فيهم دي زون ابيتابل يشبهوا للارض. اش معناها دي زون ابيتابل؟ يعني فيها الماء دونك فما حياه. فما حياه مادام كيما قلنا فما ماء يعني فما حياه. هما دي كونديسيون فافورابل دو في يعني لو بلي فور بروبابل انه ينجم يكون فما كائنات فضائيه. كائنات فضائيه هذا وين حاب توصل؟ ويدات في سيناريو كونكلوزيون في الاخر هزتها هزتها الغادي بالسي. اي هو الكائنات الفضائيه تنجم تكون راهي دي ميكرو سيلول معناها دي زورغانيزم مونو سيلولير سمحيه. مش نختتموا بالامباكت نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل؟ نجم نقولوا السينرجي بين الاسترونومي والانتيليجنس ارتيفيسيل اللي تحل لنا برشا دي بيرسبكتيف. من بينهم اللي احنا نجم نديتكتيو دي بلانيت تشبه الكوكب الارض ونشوفوا زاد الغوشيرش دو في اكسترا تيريستر اي اون ميم تو نعملوا لوبتيميزاسيون دي ريسورس سيانتيفيك. واضح. سورتو زاد نجمو نكتشفوا ماتير جديده نجمو نكتشفوا برشا حاجات. وهذه الاوتونومي نتاع الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الابحاث كما قلت انت بكري يسرع بدرجه كبيره الاكتشافات اللي نجمو نقوموا بها اللي كنا نعملوه في 3 أو 4 سنين واللي تعمل في جمعه ولا جمعتين بالذكاء الاصطناعي. يعطيك الصحه وداد. هذه التيماتيك نتاع الاسترونومي علم الفلك. باش ننتقلوا لتيماتيك اخرى تشهرت شويه المده هذه نجم نراوها في لي بيبليسيتي على لي ريزو سوسيو ايتترا اللي هي المنزل الذكي. وباش نبدا معك انت يوسف بسمارت هاوس. باهي انا كالعاده باش ندير لكم بسؤال. باهي من العوام تاع من تاع الخمسينات حتى كشي لتو شنو كي نشوفوا الافلام ولا نشوفوا لي زيستوار اللي تحكيوا على الذكاء الاصطناعي شنو اكثر حاجه مخوفه الانسانيه؟ انه دارك تدور عليك صحيح يجي ذكاء اصطناعي يدور عليك. المهم انا بالنسبه ليا كي نراها هكا انه بديت ندخل طول الحكايه كيفاش؟ بيان سور الشهير اللي ما عرفناش باش نعرفوه توا ايلون ماسك بالشركه نتاعو تسلا عمل انونس ما عندوش برشا اللي هي توا عندها ظهر لي 3 جمعات ولا شهر باللي روبو هيومانويد نتاعو اللي هما يسميهم اوبتيموس اللي هما مأخوذين من فيلم تعمل عام 2002 وقت نسيت اسمه الفيلم بالضبط. اما وقتها يحكي على كيفاش فما روبو دار على الانسانيه في سان سميث هذاك هو حاسين وهو ديجا ديزاين نتاع روبوات مأخوذين من الفيلم هذاك. خنفسر ساعه روبو هيومانويد معناها روبو ياخذ شكل الجسم نتاع الانسان ويتحرك كيما الانسان شيء اكزاكتومون. هو ديجا الكاركتيرستيك نتاع الروبو هو انه ديجا طوله 1.73 متر ويوزن 57 كيلو.
خفيف خفيف اما مايم 73 احكي اما كوميم ينجم عنده ديكابتور افونسي ينجم يتحرك في المحيط نتاعو ينجم ينتراجي بيك دي زوبجي ينجم يديتكتي ينجم حتى يلعب معك بيرفي سيزو هو ساعه نفهموا ساعه شنو الفونكسيون نتاعو روبو الفونكسيون نتاعو معناها هي الفونكسيون معناها برينسيبال نتاعو انه باش يتحط في دوميسيل كو سوا دوميسيل كيما نقولوا دار والا بيروات والا المهم وين ينجم يعاون معناها العباد انه باغ اكزومبل انا ما نعرفش انا توا عندي استوديو هذا استوديو هذا بعد ما نخرج احنا باش نخليه نجمو نخليه مش منظم ينجم هو يجي ينظم ينظف ينظف الموكيت ولا اللي هو كيف كيف ينجم معناها يعاون في لي تاش في لي تاش اكزاكتومون لي تاش وهوني وهو الحاجه علاش انا دخلته في الكاتيجوري نتاع سمارت هاوس خاطر هو يكون كونيكتي مع كل شيء في سمارت هاوس معنا انت كان عندك توا احنا في سمارت هاوس نجم نكونوا عنا ديتكتور دي ديتكتور نكونوا عنا باغ اكزومبل دي كابتور ولا نعرفش انا عرفتك باغ اكزومبل التيلي تنجم تتحكم بها بالصوت ولا كل اضواء تنجم تتحكم بهم بالصوت اتسرا هو يكون سنتراليزي فيه اوكي معناه هو يكون معناه انت كي تحكي معه تقول له اي تو معناه في سمارت هاوس روبو طفي ضوء طفي ضوء طفي ضوء ساكل بيب اكزاكتومون معناه انت تحكي معه معناه عرفتك كي تجي ترقد في الليل وتنسى ما تسكرش الضوء يولي هو ينجم يسكر لك الضوء طول ما غير حتى مشكله الذكاء الاصطناعي في خدمه البخل الانسان صحيح بالضبط في ابهى حل اكزاكتومون ابهى حل اي وهو اللي معناها كيما قلنا ديجا لي تاش ميناجير اللي نجم يعملهم هاو كيما نشوفوا توا في التصاور وين نجم يسربي لك معناها كو سوا ماكلة ولا شرب ولا اللي هو معناها نجم يكون حتى يولي دي سيرفور معناها في قهوه وين هوني معناها بالرسمي ولينا نجم نلقاو له لي فونكسيون كبار وينجم اصلا معناها تلمو هو اوتونوم ينجم اصلا يسوق كهرباء معناها عملوا ديمونستراسيون نهار على تسلا كهرباء اوتونوم اي اي اكزاكتلي اي هو باش يوري الكومبلكسيتي باش يوري الكومبلكسيتي نتاع الانتيليجونس اللي عنده الروبو هذا ينجم يسوق كهرباء اللي معناها قداش تقعد معناها واحد باش يعمل برمي هو يجي يسوق الكهرباء ينجم يغسل لك معاون ينجم يطيب لك وهذا كوميرسياليزي سي هو كوميرسياليزي ا بارتي دو 2025 و اسمه قديش اكزاكتومون اسمه ايلون ماسك وعد اختار هو باش يبدا من امريكا وعد للامريكان قال لهم باش نحط الروبو هذا بالتكنولوجي هذه اقل من 20 الف دولار هو صحيح برشا بالتاكسي خلط لنا 100 مليون اكيد انت كرهبه اما الحق نتاع ربي معناها كي تشوفها كي بالتكنولوجي لافونسي اللي خلط له الذكاء الاصطناعي من جهه نقولوا واو من جهه برجولين نجمو نخافو نجمو نخافو هذاك علاش انا قلت لكم ديجا سورتو انه هو ماهيش بعيده معناها نحكيو على 2025 وين الروبو هذا يبقى يتحكم يولي يعمل لك صحيح هو يولي يعمل لك في ليتاش ميناجير معناها يولي يعمل يسيق لك الدار ولا اللي هو اما كوميم معناها واحد لازم ياخذ حضره وهوني تدخل فيها ليتيك كيفاش اسكو فما سيكوريتي اسكو لي دوني نتاعنا خاطر هو كي يولي يعيش معاك في الدار لي دوني نتاعك نتاع الدار الكل كاميرا كل شيء بالضبط معناها انت اي حاجه تحكيها مع مرتك عنده هو زيد معناها شفتوا لي زيماج اللي باش يصيروا في وسط الدار بروبابلمون باش يصير البروسيس خاطر ديما تسلا بالذات الماسك مستعمل السيستم تاع الابونمون دونك لازمك باي از يو جو من الاخر دونك لهنا يسبو حتى لي سيرفور نتاعهم والبروسيس نتاع الايمجز وكل شيء يصير على السيرفرات عنده هو دونك دوني ريالمون ماهيش عندك اكزاكتومون دونك نحلوا في بيبان على برشا مواضيع مهمه خلينا نشوفوها باش تعمل ما باش يبدا في غادي خلينا نشوفوها باش تعمل غادي هو اصلا باش نعمل بارونتيس صغيره باش توصل باش تفهموا معناها وين ايلون ماسك مخه وصل ولي انا بالنسبه لي ماهيش حاجه باهي الحق حتى كان انا مولد الدومين نتاع ذاك الاسيدي بديت تهرب من يدينا تو كي انت هو عمل الروبو هذا عمل قال انه فما عام الجاي باش يعمل الروبو كيف كيف اما اللي يجم يحبل في عوض المرأة معناها انت تو روبو مير بورتوز معناها اي بالضبط معناها الجنين باش يكون في عند الروبو افهم انت وحدك ايه هاكا زيد حط وزير حط وزير شنو افيكاسيتي اي فوالا بون ويت انت ويت انت ويديت
انا انسان هيس نحب الماكله دونك لاكтуаليتي نتاع لي فيجيدير انتيليجون هي اللي اثرتني دونك فما دي فيجيدير انتيليجون بازي على الانتيليجونس ارتيفيسييل اللي هو اكثر من انه يكون اسباس دو ستوكاج نتاع المواد الغذائيه غراس لانتيغراسيون نتاع لي كابتور افونسي اي دي كاميرا انترن اي دي الغوريثم دو ماشين ليرنينغ دونك من اشهر لي فونكسيوناليتي تاع لي فيجيدور فيجيدير انتيليجون هذا هو الريكونيسونس نتاع لي زاليمون اي جيستيون دي ستوك غراس ا دي كاميرا انترن اللي كنا نحكيو عليهم كيما الفيجيدير اسمه سامسونج فاميلي هوب اللي هاي مزي مزي ليه انا جيت نقول ما علي ما عندش همك تتكلمك تقول لك اجيب الخبز ولا اجيب عظم ولا ليه يجيك مساج من عند الفريجيدير شكون يطلب فيك الفريجيدير الكاميرا هذه تسكاني لي زيتاجير وديتكتينا لي زاليمون ديسپونيبل والانتيليجونس ارتيفيسييل يستعمل لانفورماسيون هذه مش يعمل دي زاليرت كان فما ان برودوي سي بون الاجل تاعو في والا فما دي زاليمون essentiel قريب يوفو دي الفونكسيوناليتي فينيا اللي ايكونوميك وايكولوجيك الحكايه معناها تبدا عندك حاجه دات قريب توفى وماذا بيك تكونسوميها قبل ما تكونسومي حاجه اخرى دات نتاعها ابعد بتاتر ابار سا لي بروغرام اليوم بازي على الانتيليجونس ارتيفيسييل ينجمو يبروبوزيو عليك دي زيدي نتاع دي روسيت هيلثي مثال نقولوا انت عندك عظميت وعندك حليب وعندك خضره ينجم يبروبوزي عليك انك تعمل اومليت هي لي سر هذه خيار كوتش بيرسونيل اوكي دي الفونكسيوناليتي الثالثه اللي فما دي فيجيدير كيما ال جي انستا فيو ثينك اللي نجم يكونوا كونيكتي دي اسيستون فوكو كيما اليكسا ولا جوجل اسيستنت يعني تنجم اترافير لي اسيستون هذوما تسال الفيجيدير نتاعك على الكونتينو نتاعو شنو في وسطو اي دو ميم تنجم تقول له ترازيد لي البرودوي هذيا لي ليست دي كورس المهم اللي هو يعملهم دي Et grâce à une application mobile, تنجم انت تفيريفي الكونتينيو نتاع الفيجيتير نتاعك ا ديستانس مثل انت في السوبر مارشي في الماشي قاعد تدور تحب تعرف اسكو البرودوي هذايا موجود عندك والا لا تنجم ديريكتومون تكونسلتي الحاجه هذه بعد خبير الكاميرا ويت اللي حكينا عليهم بكري وي وكيف كيف فما دي نوتيفيكاسيون يوصلوا لك على التليفون نتاعك كان فما كيما قلنا دي برودوي سي بون مش ولو بيريمي اوكي واخر حاجه انه بالسيرفيونس والجيستيون تاع المواد الغذائيه اللي يعاون انه نقصوا من الغاسبياج اللي هو على فوا ايكونوميك اي ايكولوجيك هي اللي ياسر جوعتني والله هاي حتى انا وقيت اومليت حتى دالي نكمل معك اي باهي من اهم الحاجات بيسك احنا في التيماتيك دو سمارت هاوسز المنازل الذكيه من اهم الحاجات اللي حتى لليوم نلوج عليها هي الامن الأمن في المنازل كما نعرفوا فما سرق فما الناس اللي ما همش باهين يحاولوا يقتحموا المنازل هذه باش يسرقوا حاجات ولا يفسدوا دونك هنا باش نحكي لكم على سوليوشن موجوده اكطوالمون في المارشي اسمها فيفنت سمارت هوم ان فيت هي ابليكاسيون موبيل متوفره سو فورما اي او اس اي اندرويد خاطر لك انا باش نحسن بلوتو في السيكوريتي اللي موجوده في الهومز تاعو نتاعنا بيه ان فيت هذه الابليكاسيون والسوليوشن عباره على دي كاميرا سي كاميرا سون باورد باي ارتفيشال انتليجنس دونك يخدموا بالذكاء الاصطناعي لهنا يعملوا في حاجه مهمه على الاخر اللي هي الديتكسيون دي بيرسون اللي ماهمش يعني اللي غلباء على المنزل يعطيك صح دونك الكاميرا هذه تعرف شكون هم مالي الدار ايه وكي ترى واحد ماهوش منهم قاعد يحل في شبيك ولا كسر شبيك ولا يخلع في الباب يعطيك صح شسير. بالضبط اون فيت هيش تعمل له حاجه ذكيه على الاخر ما تفزعش عليه الدنيا فانت بعث له تصفيره تزفر له تصفيره صغيره نتايا انسان اخزل لي راني شلقت بك اوكي باهيه باهيه برشا من بعد اذا ما شلقش اوكي اذا خلينا نكتيفيو الالارم تلانش عليه الدنيا الكل بخلاف هذاك تبعث لك نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون موبيل نتاعك الابليكاسيون هذه تنجم ديريكتومون انت عندك جاتك نوتيفيكاسيون في بلاصه ما تبقى تتحرك وكل شيء ديجا كيما تشوفوا عندنا تصويره نجمو ديريكتومون بالتليفون
تحكي معه يا إنسان سيبالك. معني فما أوبرلور في الكاميرا تنجم أي سيب الكهرباء. بالضبط سيب الكهرباء ما تمسش ما تقتحمش كذا. أنا فيتشر واحد آخر اللي هو هذا الحق نشوفوه ياسر في البلدان الغربية الحق. ليليفرور ما يبقاش يستنى فيك ما يحط يحط الكولي قدام باب الدار ويمشي. يحط الكولي ويقصد ربي. هي تبعث لك نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما الكولي نتاعك وصل. اسكو تحبني نغارديه ولا انت تكتيف الجارد برا جاردي للبرودوي نتاعي. هي شجي تعمل اي انسان بخلافك انت وبخلاف شكون ديجا موجود في الدار يستصير لاكسيون انه من برا باش يهز الكولي كيف كيف تبعث له كتصفيره مره اخرى تقول له راني مره اخرى شلخ بيك بليد على التصفيره هاي. وي بخلاف هذاك انا زاده السيستم واحد اخر اللي هو بوغ لي بيبي pour les bébés شنو يقول لك هذايا يقول لك انا فما لي بيبي حاجتي بشكون ياسيستي دونك نحط الكاميرا نتاعنا ديجا كيما تشوفوا الكاميرا نتاعنا كان البيبي نتاعك فيق تبعث لك نوتيفيكاسيون كان وراخد تدخل لك راه وراخد بطبيعه مره اخرى تنجم تكتيف الميكرو وتحكي معاه اي بيان سور فما حاجه اخرى اللي هي للحيوانات حاشاكم الحيوانات كاميرا ديدي ليهم كان حس فما اي موفمون ولا اي اكسيونات ما لازموش يعملهم كيما مثلا يكسر في حاجات يمسخ يعض يشرك كذا دونك مره اخرى تحكي معاه بالكاميرا بالباف اللي في الكاميرا بالضبط تبعث لك مره اخرى نوتيفيكاسيون وتدخل لك برشة سيكوريتي لازم لدوني هما يتم حفظهم خطر فاسيلمون تخترق سيستم كيما هكا يس فاسيلمون تنجم تخترق سيستم كيما هكا والداتا متاعنا مهيش عنا مرة أخرى هذا لو بلوز امبورطون انه الداتا والدوني متاعك تساوي المجري هذه كان تشوفوا الكاميرا كبرها صغير على الاخر يستحيل ينجم يبروسيسي لوكالمون دونك نحكيوا على سيرفرات قاعده الداتا توصل غاديك وهذا يرجع مرة أخرى للبوليسيز والكونديشنز اللي لازمك تكسبتيهم اللي هي الشركة تحطهم على ذمتك واحنا مالوروزمون ما نقراوهم عشان خاطرهم هما بلان يعملوها طويل ياسر دونك تو بورينغ باش تنجم تقراهم وتكسبتيهم دونك هي سوليوشن ديجا تكزيستي تو من الحاجات الاخرين اللي قاعده تخدم عليهم هما الانتر كونكشن لاي او تي سيستمز انه توفر دي برودوي كوم سي تادابتي لك التمبيراتور نتاع الدار اون سو بازون على الكليما اللي ديجا اكزيستي افيك الانتيليجنس ارتيفيسيال بتبيع كان ديتكتيت فما لوميير قاعده تشعل وهي كونكتد بها كيف كيف تنجم تعطيك لاكسي انك تنجم تسكر والا تلوكي الباب تسكر باب ولا حاجه هكا دونك سوليوشن هذه تو موجوده مي مره اخرى كيما قلت انت لي دوني نتاعنا ماهمش ما عنيش عليهم حتى فكره واللي هم بعد ينجموا يسواو اكثر بالف مره من البرودوي والسوليوشن هذه اكزاكتومون كلامك صحيح نواصل معك اسماعيل قرب شوية الميكرو مانيش باش نبعد برشا من الكلام اللي قالوا دالي باش نحكي على plutôt que معناتها سوليوشن باش نحكي على بلاتفورم اللي هي سامسونج سمارت هوم والا يسميوها سمارت ثينكس زاد به نحن في ديارنا عندنا بلوزيور اي او تي معناتها ديفايس كيما التلفزه سمارت تي في عندك تنجم فريجيدير كيما حكيت ويدات قبيلي دي كاميرا دي سيكوريتي ايتترا ايتترا المنصة هذية تسمح المستخدم أنه يتحكم بابليكاسيون يوزر فريندلي معناها أنه يكونترول ويكون عنده أكسي للديفايس هذوما الكل مش بالضرورة معناتها أنت من شركة واحدة تشري كل شيء معناها والابليكاسيون هذية عاملة كما قلوا احنا مدعومة من أكثر من 280 شركة اللي تنتج هذوما معناتها لي برودوي هذوما معناتها سواء سمارت تي في ايتترا الشيء اللي كنت نحكي فيه به كيما سمارت ثينكس هذيا هي المخ نتاع السيرفو نتاع الدار نتاعنا اللي هي تربط بين سواء السيكوريتي معناها تعطيك لاكسي انك كيما نقولوا تشوف الكاميرا نتاعك وتخرج لك لي زاليرت كيف كيف بار اكزومبل تلاحظ انك في وقت معين انت تحل الضوء دونك تولي تقترح عليك انك مثلا تحلو في الوقت هذاك مثلا انت ديما السيستم تاع العشيه تحلو في ميزيتي معينه تولي هي اوتوماتيك وحده تفهم تفهم لي بيزوان نتاعك كيف كيف تتصرف يعطيك صح كيف كيف الكونسوماسيون تاع الانرجي ديما تحاول تعمل ريدكسيون مثلا انت نسيت مثلا سباله تشعل ولا نسيت فريجي باب الفريجيدير محلوق تعطيك اليرت كيف كيف معناتها ايكونوم الميزون كونيكتي عندها ان امباكت ايكونوم هي كما نقولوا احنا البلاتفورم ويكولوجيك باش
منها هي باش تسهل لك الاكسيم تقعدش انت مثلا الكاميرا في ابلكيشن تربط لي زوتي انتيليجون الكل في حاجه برك. والباهي فيها انا مدعومه من برشا شركات معناها وذكاء الاصطناعي معناتها يخلي المنزل نتاعك مش مجرد مكان تعيش فيه ما يوفر معناتها مكان تخش عليك عايش مع عبد معناتها يتفاعل معاك ويخدم في بلاستيك وصحيت معناتها يونس يونس هذيك صح واضح هذيك صح. اسماعيل احنا باش نتواصل معكم المشوار زيد شويه باش نحكيو سونتي لكن قبل خلينا نخرجوا فاصل اعلاني قصير وهنا راجعين. طاح شنو طاح واه يا ولد بينك طاح يا برو يلا لانتي ترى البينك طايح ثانكس دوت نت. طاح شنو طاح واه يا ولد بينك طاح يا برو يلا لانتي ترى البينك طايح ثانكس دوت نت. رجعنا لكم في الجزء الأخير من البينك تايح اليوم حصة خاصة بالذكاء الاصطناعي. كنا حكينا أسترونومي ميزان انتليجنت وعلاقة الذكاء الاصطناعي بالمجالات هذية اللي تحيط بينا في اليوم متاعنا في الكوتيديان متاعنا. وتدخل الذكاء الاصطناعي أكيد باش يسهل علينا برشا حاجات. بدلنا رأينا كنا باش نكملوا بالسونتي باش نكملوا بالجيمينج ونبدأ معك أنت يوسف. اليوم باش يبنى اون اكتواليتي بين الجيمينغ وذكاء الاصطناعي. اكزاكتومون بينا نحب نسالك فيسا فيسا شنو هي اللعبه اللي تربيت عليها فولاد؟ جي تي اي نيد فور سبيد كونتر سترايك. انا بجر انا الحق متربي تربيت على ماينكرافت. انا من 2011 بديت ماينكرافت تطور وماينكرافت من هي انا نحكي 98 99 انا الحقيقه معناها وقت 2011 وقتها بديت مونتيغاس برشا للجيمينغ ووقت ماينكرافت كانت بالرسمي اللعبه اللي نلعبها كل يوم وعرفتك نسرق بي سي باش نجم نلعبها وكل حاسيلو. ماينكرافت هي اكثر لعبه تباعت في التاريخ واللي بعدها تجي جي تي اي 5 دونك لعبه كبيره كمان وفيها دي مود كيما جي تي اي 5 كيما لي مود اللي نعرفوهم وكل. اما من 2020 بدينا نشوفوا في دي مود باهيين قويين لازمهم بي سي باهي. واخر مود خرج ما عندوش برشا اللي هو عنده شهرين اللي هو مود ينجم يعطيك جوار ماهوش بالحق معناها سي اون اي انتليجنس ارتيفيسيال بوت في وسط البارتي نتاعك اللي تنجم تحكي معاها معناها تقول لها على السلامه تقول لك على السلامه تحكي معاها كيما تشات جي بي تي تنجم تحكي معاها. هما معناها كانهم خذاو ابليكيو نتاع موديل اللي يسميوه لارج لانجويج مودلز اللي هما الموديلات اللي مختصين باللي لونجاج معناها طريقه كبيره وينجم يحكي معاك في وسط اللعبه تنجم تحكي معاك تنجم تنتراجي معاها تنجم تقول لها باغ اكزومبل انا توا تكتب لها في الشات انا توا حاشي بيك باش نبداو نمشيو نعملوا مايننغ معناها اللي هي ستا كونسيبت في اللعبه. تمشي تجي معاك تمشي تمايني تقول لها باغ اكزومبل هاني ماشي نتعشى تقول لك اوكي هاني نستنى فيك معناها كانه بالحق معناها صاحبك قاعد يلعب معاك في وسط اللعبه. وهذيك انا نراها حاجه بالرسمي خارقه للعاده لخاطر فريمون ونس سورتو كي فما ساعات تلقاش تقول لصحابك انا نلعبوا ماينكرافت يقول لك لا ما عينيش دونك هاو ميسيلش هاو عندي ام كومبانيين تتسمى المود هذا تسمى ام كومبانيين نجموا تلقاوها ديسبونيبل ديسبونيبل. اما سورتو روتو بالكم ام كومبانيين شوفوا من دي سورس باهيين على خاطر ما تنساوش كي نحكيو على دي مود نحكيو على دي فيروس تنجموا تريشاجيو مع البي سي نتاعكم دونك ثبتوا من لي سورس اللي تريشاجيو منهم. ميرسي يوسف. اسماعيل في دقيقه ونص كما نعرفوا الاي اي داخل معناتها في الجو فيديو في بليزيور زاكس. باش نحكي على لاكس نتاع باش نحكي على لعبه هي نو مان سكاي اللي تخلي اللاعبين يدخلوا كل مره في عوالم متجدده وتتولد كل مره واللي هي لعبه تستحق 585 مليار عام باش نجم تكتشف العوالم الكل في اللعبه هذيا. حبيت نقول معناتها كيفاش
الاي اي معناتها مش جزء في معناتها صناعه الالعاب الفيديو، لكن معناتها خلى الالعاب الفيديو اصلا ما تكملش. لكن الصحيحه هذه بوان بوزيتيف، لكن لازم ديما لي ديفلوبور يخموا في الديسپونيبيليتي نتاع الالعاب هذوما، خاطر كما نعرفوا يكونسوميو من الرام ومن الميموار نتاع لي بي سي نتاعنا، وكيف كيف يوليو يخليهم اكسيسيبل اكثر معناتها صحه ويوليو غاليين، معناتها تشري سي دي برشا فلوس تولي ماهيش اكسيسيبل للناس الكل. كيف كيف لازم تقعد فما تاش ايمان والكرياتيفيتي نتاع ديفلوبور دي جو فيديو. ميرسي بوكو اسماعيل دالي. ايه باهي، انا باش نحكي لكم اليوم على بلاتفورم مزيان على الاخر اسمها FRVR.AI. اون فيت البلاتفورم هذه سهلت عمليه الديفلوبمون دي جو فيديو. كما نعرفوا صعيب ياسر انك تنجم ديفلوب جو فيديو فروم سكراتش، دونك لهنا السوليوشن هذه فيها LLM large language model اسمه AVA. ان فيت LLM هذا تحكي له على البيزوان تاعك كيما تحكي للتشات جي بي تي، تحكي له البيزوان تاعك نتاع لي جو، ومن بعد هو يبدا يجينيري لك في كونتنت لي فيجوال ميوزيك كل شيء جينيري بار الانتيليجنس ارتيفيسيال، ويعطيك الفونتر انك تنجم اون ريل تايم تجرب الجو تاعك، اي انكور تنجم تبلشيها للناس الكوميونيتي اللي موجوده في FRVR.AI. وبخلاف هذاك فما فوروم بالطبيعه ينجم يخلك يجي مثلا واحد يخلك لا نحب حاول تزيد الفيتشر هذي، حسن في الفيتشر هذي، وهذا كله خاد يصير جوست بالشاتينغ رمال. FRVR معناتها نجم تصنع عن جو فيديو، أي إنسان نجم يصنع عن جو فيديو. أيه بالضبط. واو. سهلت العملية. واو هي اللي يصير، هذي لازم حلقة خاصة، لازم حلقة واحدة بالحلقة، سي فريمون انتريسان. ويديد نختمو معك، بدينا بيك تهلي وباش نختمو، باش نختمو بيك زاد. اللي هي واحدة من أكبر لزيديتور دي جو فيديو في العالم، لانسيت ستار وورز باتلفرونت 2. صحيح أنه الجو هذي قدم دي كرافيزم مانيفيك اللي تحبوا عليه انتم الكلان، جيم بلاي إيميرسيف، إلا أنه رابيدمون مكان أو سنتر دون كونتروفيرس مونديال من جور شنوة، من جور السيستيم دي بروغريسيون اي دي ريكمبونس اللي بازي على دي الالغوريتم ديا مش تأثر على الاكسبرينس دي جو. من بين السيستيم هذو ما نلقاو لي ميكرو ترانزاكسيون اللي لي جوغ يشريو افيك لارجون ريال دي كوفر دو بوتان اسمو اللي نلقاو فيهم دي زوبجي كيما لي بيرسوناج امبليماتيك لي زارم لي زيكيبمون مش ينجمو يقدمو في الجو. لي لي ريكومبونس اللي تحصلوا عليهم سون كونترولي بار ان الغوريتم ديا اللي تعدل لي بروبابيليتي اون فونكسيون دي كومبورتمون دي جوور، وديتكتي لي جوور اللي عندهم اقل صبر موان باسيون ابيي بور افونسي. دونك الكاتيجوري هذه الكل تكلاسيفي يعني المزروب يحب يربح هكا وتحس هكا على اعصابه شويه كل ال اي والكاتيجوري هذه كلها الكاتيجوري هذه الكل اللي يعطيهم دي تاش اي دي ميسيون اطول واصعب مش تلسهم انهم يشريوا دي كوفر ويدفعوا اكثر فلوس. والجوار اللي يرفضوا يشريوا اللي يرفضوا انهم يشريوا دي كوفر بطبيعه مشهم مش يلقاو دي زوبجي غار مش يافونسي لو ليفل، مش افونسي ولا ليفل اللي من بعديك. دونك هذه الكل خلق بلبله ياسر كبيره، بوليميك ياسر كبيره، لي جوار تغشوا البوست الاوفيسيال نتاع الشركه خذا اكثر من مليون دو فوت نيجاتيف. سوليدير الكوميونيتي نتاع الجيمرز حاجات كيما هكا تقف لي جوار تاع كيف كيف تتهم لونتربريز انها قاعده تستعمل في الذكاء الاصطناعي مش تتلاعب لي كومبورتمون اي ماكسيميزي لي بروفي. فما دي غوفرنمون كيما بلجيك ولي بيبا كلاسيفيك ان كلاسي لي كوفر دو بوتان كوم اون فورم دو جو d'argent illégal ou menatha dans les pays nta ou فوق هذيك الشركه يعني عملت فايت ياسر كبيره خلاف الفايت واللي هي فينانسيرمون خسرت السمعه نتاعها. سي سور يعطيك الصحه بيديد، الحقيقه حلو ياسر الخبر هذايا، سي ان سوجي دو ديبا، لكن للاسف ما قعدناش برشا وقت. ان توكا مشكوره ويديد يوسف دالي واسماعيل على لي زاكتواليتي هذوما الفيوحين اللي عطيتوهم لنا اليوم. حكينا ذكاء اصطناعي، استناونا في حلقات قادمه. تحيه ليك دالي في الاخراج، سفيان في الاخراج الرقمي، فرات حميده كان معكم او ميكرو. ما بقالي كان نقول لكم بون ويكاند الناس الكل، تشاو باي باي. طاح شنو طاح؟ واه يا هو البينك طاح يا برو، يلا لانزي ترى.
بينك تايح. Thanks. Topnet.